حصرياً عبر موقع الـ LBCI والأبليكيشن. السفير جوني عبدو، رجل الأسرار والخفية. في أمور الجنرال عون ما بيعرفها. من العسكر الواحد بتعلم الوطنية داخل الجيش قبل مش قبل. والمخابرات رئيس المجلس، كل النواب يتصلوا فيه ليخبروا خبر. للسلك الدبلوماسي، شو بقول عن الحروب والصراعات. الرئيس الوزان كان معه حرفياً كل الاجتياح الإسرائيلي، وين بده يبلش وين بده يوصل. شو كان دوره مع رؤساء الجمهورية؟ طلب من رئيس الجمهورية مرة أنه من الرقب القصر الجمهوري. قال لي ليش بك تراقب القصر الجمهوري؟ قلت له في ناس عم بيعملوا صفقات من القصر الجمهوري. الرجل الذي يعرف كثيراً، وثائقي من 3 أجزاء، بتشوفوه لأحد 8:30 المساء عبر موقع الـ LBCI والأبليكيشن. تقدروا تحضروا هالوثائقي وغيرها من البرامج. اشتركوا شهرياً، عملوا ساين أب ونقوا طريقة الدفع عبر موقع الـ LBCI والأبليكيشن. فيك تحضر كل البرامج الحصرية.